نقدية لصناع والبنوك المركزية العالمية فعليا. دعينا نقول كل ذلك إلى رأي حامد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في إكويتي جروب مجموعة إكويتي. أهلا وسهلا بك دائما رائد معنا في هذه، الله يسعد أوقاتك. ولعله لا صوت يعلو فوق صوت الحرب وتأثيراتها، وإن كان الخوف أكثر من أن تتسع رقعة هذه الحرب ويزداد نطاقها. كيف ترصدون التأثيرات حتى اللحظة رائد؟ أنا حقيقة التوترات الجيوسياسية الأسواق حساسة وحذرة لها بشكل كبير جدا، والحساسية أكبر طيب تأتي من عدم حصر الآفاق لإمكانية التصعيد إلى أي مستوى أو اتساع رقعة النزاع أو أن دخول أطراف جديدة في المعادلة أو في ضمن هذه التوترات الجيوسياسية. بالتالي شفنا يوم الجمعة يعني كان نوع من الريسك أوف مود بشكل قوي جدا، عدم الرغبة بالمخاطرة على الإطلاق، دخولنا لعطلة نهاية أسبوع، لا أحد يريد أن يرى مفاجآت في المحفظة الخاصة به. بالتالي كان هناك توجه واضح للتخلي عن المخاطرة والبحث عن ملاذات آمنة. رأينا الذهب يصعد ما يقارب يعني يضيف حوالي أكثر من $45 على الأونصة، يعني مجمل تعاملات اليوم كان يمكن $51 بالاتجاه الصاعد بشكل واضح. ذلك نتيجة أنه ما في عندي كلاريتي أو ما في عندي وضوح، وبنفس الوقت أنا داخل على ويكند ممكن يكون في أحداث كبيرة تأخذ مكانها، وبالتالي ممكن تتعرض المحافظ، خصوصا أنه كان في إمكانية أن يكون في عندنا الضغط هذا الكبير على أسواق الأسهم أو الأصول ذات العوائد المرتفعة وذات المخاطر المرتفعة في نفس الوقت. طيب رائد، برأيك هذه المخاطر برأيك إلى أي مدى سوف تؤثر على، في ظل الترقب ربما الأكبر لهذا الاجتماع بشهر نوفمبر المقبل الخاص بالفدرالي، هل يكون له أثر وتحديدا إن استمرت الأسعار في الارتفاع؟ هذا قد يؤدي إلى بيئة تضخمية أكبر، قد نشهد تغيير وجهات النظر بالنسبة لصناع السياسة النقدية برأيك؟ يعني كما ذكر الطيب، لا شيء، لا صوت يعلو على صوت الحرب، ولكن كمان في بالنسبة للأسواق إذا كانت هناك متغيرات وآفاق مخيفة لدخول أطراف جديدة، أعتقد هذا ما يحرك الأسواق أو هو الأبرز في تحريك الأسواق. ولكن بالنسبة للتغيرات في السياسة النقدية ومعطياتها على الاقتصاد الكلي، لم يتغير شيء حقيقة في معطيات الاقتصاد حتى الآن. ربما ضغط أسعار النفط الأعلى على المدى المتوسط إلى الطويل قد يظهر أنه في عنا ارتفاع في مؤشرات السي بي آيز أو المؤشرات الأساسية التي تستثني يعني التي تظهر بوضوح يعني ارتفاع في مستويات التضخم، وتستثني تأثيرات الغذاء والطاقة، لأنه راح يكون في عنا بلا شك ارتفاعات نتيجتها ارتفاع أسعار الطاقة. ولكن على المدى الطويل نريد أن نشوف السي بي آيز مرة ثانية فوق 4% حتى يكون في هناك توجه لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر. حتى الآن الإشارات التي حصلنا عليها من الاقتصاد الكلي سواء على الانفليشن أو سوق العمل أو يعني تضخم سوق العمل والمعطيات الأساسية في الولايات المتحدة الأمريكية لا تخول الفيدرالي حقيقة لتوجه نحو رفعة كبيرة في أسعار الفائدة، وإنما أقصى التوجه هو الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة عند مستوياتها الحالية ربما حتى منتصف العام القادم، يعني هذا بأقصى تقدير، ثم البحث عن إمكانية تقليص أسعار الفائدة لأنه بدأنا نرى إشارات سلبية في نمو الناتج المحلي الإجمالي. جيد رائد، يعني الأخضر والأصفر هي الألوان الأكثر استئثارا بالاهتمام في هكذا أزمات، أتحدث عن الذهب والدولار، يعني إلى أي مدى التوقعات مع استمرار هذه التوترات الجيوسياسية؟ يعني رأينا النزيف يوم الجمعة، يعني حتى نمط التحرك نحو الملاذات الآمنة عاد إلى تقليدية بشكل كبير جدا. رأينا توجه نحو الدولار الأمريكي، بالتالي زوج الدولار ين لم يشهد تغيرات كبيرة، لأنه كلا التوجهات سواء كانت على الين الياباني أو على الدولار الأمريكي هي كانت بهدف يعني واضح، وهو يعني التجنب المخاطرة. رأينا ارتفاع في قيم السندات أو التريجري بونز، وبنفس الوقت سندات الخزانة، رأينا ارتفاع في أسعار الذهب كما ذكرنا
أضاف الذهب حوالي 50 دولار في تعاملات يوم الجمعة فقط. اليوم يعود الذهب إلى التراجع مرة أخرى حوالي 15 دولار، ولكن هذه التراجعات يعني ربما وصلت إلى حدود 20 دولار حتى الآن. هذه التراجعات جدا طبيعية، وبقائنا واستقرارنا فوق مستويات الـ 1910 ممكن يعطي إمكانية، لأنه الذهب كان عم بيحاول يصعد دون تأثير التوترات الجيوسياسية، كان في محاولات للصعود، ولكن الدعم الكبير في الصعود الذي حصل على أسعار الذهب هو بنتيجة التوترات الجيوسياسية، بالتالي قرب المسافات كما نقول. ولكن الاتجاه العام على الذهب على المدى المتوسط لا يزال صاعد، بالتالي التصحيحات اللي احنا عم نشوفها على أسعار الذهب إذا بقيت محصورة فوق الـ 1900 دولار للأونصة ممكن جدا أن تشكل أساس لموجة صاعدة تعيدنا مرة أخرى إلى قرابات إلى مستويات قريبة من 2000 دولار. نعم، على كل يعني غرفة الرصد والمتابعة خلفك في إيكويتي جروب يبدو أنها ترصد كل ذلك في هذه الأثناء. شكرا جزيلا لك، دائما رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في إيكويتي جروب.